تحدد مين عم يغنيها؟ هي مباشر. بتعرفوا وين اي مقطع؟ لا كله كله ايه، بس مين بيفوت قبل مين بيفوت؟ ما قسموا لكم اياها؟ هلا منشوف. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, and 4. Guys. كلكم برافو عليكم، عم تشتغلوا عن جد. بس بحب لكم هيك ترقصوا ما بترقصوا، برافو عليكم انا عم تشتغلوا كل يوم. بعرف توصلوا لمطرح الواحد بيتعب شوي، برافو للكل. نوميني مش نوميني، نايم مش نايم. احنا نشكر لارا والله علمتنا يا عم. نشكر لارا بس عن جد وصلتوا لمطرح، كلكم عم تشتغلوا كلكم عم تتقدموا. best of luck. you can rest. تتذكر شو عملت مع بسمة؟ نشتغل على المسرح. You can go up. You can go up. بس عبد العزيز احتمال تكون فيها هيدي، بس بكرة بنأكد. You can go up. You can go up. Stay with me. You can go up. ما بغني بها؟ لا لا، احتمال كبير، بس رح اشتغل مع اللي عم يغنيها. والبنتين You can stay with me. يلا باي. هلا بيحددوا الكوندكتور وبنعرف عشان ما تعرفكم. اطلعوا ارتاحوا، اوكي؟ فيكي ترتاحي شوي. انتوا الاثنين خليكم خليكم. انتوا اكيد فيها هيدي هيك، بعدين اذا هن فيها حفظوها بزيدهم بعد شوي. ما حددت اليوم عشية كتاف. ايه كتاف وصدر. لا ما فيك كتاف وصدر فهم. ما فيك ما فيك تشغل عضلتين كبار. إذا شغلت كتافك بطل فيك تشغل صدر، بصير تحمل أوزان صغيرة بتصغر صدرك ما بتكبر. صباح الخير يا عرب. ترى حديش معانا النار. معانا ساعة. ساعة ونص فهم. عنا ساعة ونص. أه. عنا ساعة ونص. رح نام. ها؟ هذول في لهم اكل السلاحف ولا؟ اه والله بحط لهم اكل. ما في، ما عندهم شيء. من بدايه المقرفه دي عشان بقى شكلها مقرف قوي. شلهم شلهم ما عاد بشيلهم بشيلهم. طب وسع ايدك وسع رجلك قصدي. تعالوا يلا كمان. يا عايزين ياخدوا شاور. مين؟
عايزين ياخدوا شاور. اللي جايبكم هنا؟ بس يا بس يا احمد الشرقاوي. احمد الشرقاوي مين؟ انا عارف اي احد. تولم اكل السمك ده. صباح الخير يا امي اخواني. صباح الخير يا تونس. صباح الخير اصحابي الكل. صباح الخير لاصحابي واصدقائي وكل اللي بعتوا لي مسجات وكل اللي بيحبوني. اهلي امي والولد. وتحيه لمصر شعب مصر كله وشعب لبنان وشعب كل الشعب العربي وشعب السعوديه ميشو. وشعب الامارات وشعب دبي وموريتانيا والسودان كله كله كله. واهلي في موزمبيق. موزمبيق موزمبيق. ام الحبيبه اسعد الله صباحك انت واخواني واخواتي واصدقائي في كل مكان. دار ابو متعب وطن الحبيب صباح الخير. الخليج العربي صباح الخير. الوطن العربي صباح الخير. منكم واليكم. او يا عيني عليكم. وش تحسون فيه؟ اليوم نحن معكم كونوا معنا. اسمعني اليوم انا وياك المقدمين بتاع البرنامج. اوكي؟ اوكي. ماناش باش نلعبوا بس حنكون مقدمين. واحنا حنكونوا اللي نراقب الرولز مين بيتكلم مين ما راح يتكلم. والله؟ ايه حنقدم. التيم هذا تراقب. اوكي. سيداتي انساتي سادتي مرحبا بكم في لعبه جديده. الله 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 وي شوت الكوره على طول كذا. سيداتي سيداتي ماذا رايكم في الهجمه على طول؟ ونقدر احس من تغيير. ونحاول اسمع نحاول نغلطوا ديما نحاول نغلطوا. مو احنا اللي نحاول نغلطوا الفريق الثاني يحاول يغلطوا الفريق الاول والفريق الاول يحاول يغلطوا الفريق الثاني. لما يكون يرسم يصيروا هذول يضحكوا عليه بس ما في وقت. ما في وقت يعني عادي. 1 مينت 1 مينت ايه صعبة تكون. دقيقة ونص. دقيقة ونص. دقيقة ونص. دقيقة ونص. دقيقة ونص. اللي دقيقة ونص. وقت الرسمة. وقت الرسمة. وقت رسمة إيه؟ رسمة البتاع بتاع البتاع. بتاع البتاع إيه؟ بتاع البتاع إيه يا عبد العزيز؟ اللعبة هذه على اللوح هذا اللي يرسموه. تبع الرسم. قصدك بتاعت كرة القدم يعني؟ ديسيني سيغاني. تخطيطها؟ ديسيني سيغاني. قول ديسيني سيغاني. يا اخي ما ادري ليش قول قول. ديسيني ديسيني سي سي غاني غاني فوالا. اسمع يعني يعني ارسم واربح. يا اخي مين مين ارسم واربح. واحد اسمه سلقادو. مين سلقادو؟ يا ما ظهير ايسر مع ريال مدريد. انا حركات كل شوي اتذكر واحد. يا حركاتك يا عبد الحليم بيت مين جابه هذي فوالا. بس ما عادش مع ريال مدريد. شوف شنقو ابو كلب. ابو كلب شنقو ابو كلب. يعني في لاعب اسمه كذا يا ولا يا ولا. في لاعب اسمه كذا مو كذا بس انه يعني بما معناه انه ما عنده سالفه في اللعب. كان شفتشنكو كان كان قوي كان قبل اللي يلعب. البزوز اللي كان يخوف قبل شفتشنكو كان يخوف. فهمت؟ ما افطرت يقولوا يعطيك طاقه. فهمت ولا لا؟ ديت دوبا من قبل شفتشنكو كان يخوف. اسمعش كلام العرب. احنا لعبنا ضد اوكرانيا. كنا لعبنا ضده معناتها كنا خايفين. كنا خايفين ها كنا خايفين منه. كل الناس كل خايفه من شفشنكو. فهمت؟ شفشنكو اسمه يخوف. يا اخي طلعوا جماعه اخرين يخوفوا اكثر منه في وسط الملعب. جماعه معناتها مش من نفس الفريق من فريق قومي الاوكراني. معناتها هددوا المنتخب كل ده عشان دول هددوا. مش عارف حد شيء واقف. كان جاته كرة طف يضرب ما جاتوش معاه ماتش. ولا هو اللي سبب معناته هو اللي كما شو اسمه اللي في السعوديه ياسر القحطاني هو اللي مرر لمساته. ياسر يا اخي لمساته سحريه تخوف. تحيه لكل انديه المملكه العربيه السعوديه. تحيه لياسر القحطاني وتحيه لكل انديه تونسيه ولا منتخبنا التونسي. شوف كيف وكلنا هوا اللي صار عجبت بالرقصة. يا ولا لا عشان انتوا عندكم تابلو. مين انتوا تابلو؟ مش انت عندك تابلو؟ مغرم؟ هو تابلو هذا بعد؟ ده تابلو والله ما ادري. ايه تابلو. كيف في رقص بعد؟ اكيد. يا اخي حلقي يعورني صح من الصباح حلقي يعورني. كل اللي عندهم عمرك ما تشرب شيء بارد في الصباح. عمرك اي كانت يا مان. اي كانت عمرك عمرك اي كانت اي كانت تشينج ماي لايف. عمرك مش باهي اي كانت تشينج ماي لايف. طبعا بشرب على طول حاجات اي بتحس انك
بأخرك يعني بيخلي زعيمك تعبانه دايما كل يوم تجي تغني زلامك تبدا تعبانه تجي تغني حاجه تبدا تحس روحك شويه تعب تحس يعني في تعب في صوتك فهمت شنو فهمت شنو فهمتك كيف بس بس حكيت مثلا شرب الشيء بارد في الصباح هذا مش اولي انا اقول علماء انا في الخبراء يا علمائك يا علمائك يا زهوره يا زهور شوف شوف ال ال مدام ماري خد اسمع يا مدام ماري يا معلم يا معلم يا معلم تحية لمدام ماري كان قاعد تسمعنا من فوق صباح الفل يا اشطه صباح الفل يا اشطه يقول لك الكربوهيدرات البروتينات كيلو جول كيلو جول يعني مو 2 كيلو كيلو جول ما ادري ايش جول هذا تعرف هذا تعرف الريد بول يقول لك مش 2 كيلو كيلو منها المشبعة تعرف الريد بول ولا منها المشبعة اه هذه مثل الريد بول ولا ممكن اي يا شيخ هذا ما عنده شيء انت تشوف الريد بول غلط تشرب اكثر من 2 في اليوم هذا هذا مو مكتوب عليه راح تعرف فيني في في كنت تعملوا دحياتك في حفلات في حفلات نطلع نشرب بثلاثه بالاربع اربع ريد بول برضو قبل الحفله الريد بول يا ود ما تقولش كذا كذا اكثر من 2 غلط بمارسيليا انت الوحيد اللي بتغني في البتاع بتاعك بلد زيدان يا زاهر انت اللي بتغني في الباند بتاعك بس ولا في حد بيغني معاك انا بغني ومعايا الياس اللي يلعب على الاورج يغني زاد في معكم الدب هذا ابو شعر كذا مين هذا انت التخين يعني التخين اللي شعره كذا مفتوح كيف من النص وفاتح كذا اللي في الوسط هذاك الجيتار في اثنين معكم في الفرقه واحد اللي من ورا لا هذا يعني هذا اقول على شكله بس في واحد هذا اللي جاي شعره كذا فاتح من النص وموقف من ورا ايه قاعد من ورا هذاك اللي هي والبوكيمون اللي موقف قدام القصير هذا مش يحس فيه من جد يا نيس يا حنين قطعكم ورئيسكم عزوز والعير اللي ورا الكبير ذا شكله يفطر بهايم على الصبح باقي واحد ثاني من اي واحد بس لا باقي واحد مين انا؟ اي صح انت عاد طايح من الطياره عاد سخرومي حلو طيب ايوه وبعدين لما غنيت وكم كانت مده الحفله؟ ساعة ونص ايوه بس مرة واحدة سويته ولا تكرر الموضوع؟ شو يعني؟ يعني حفلة مرة واحدة بس؟ هذه مرة واحدة وصيف هذايا وصيف هذايا باش نمشوا مرة ثانية وماشيين لأمريكا إن شاء الله. وبيتعاملوا معاكم بفلوس وليكوا فلوس وكذا. ياي. يبعثوا الكونترات ونصحوا نرجعوا. وأنتم الحفلة بكم؟ ب 10 دولار؟ كم كم يعني؟ ها؟ كم مثلا تسوي حفلة؟ توصل ال هذا شيء رمزي يعني 1500 يورو يعني في مقارب 3000 دولار. طيب تكاليف سفركم وراحتكم في وش تاخذها منين تاخذها؟ كل شيء عليهم هم. كويس من كل شيء عليهم هم. اما فما مثلا دوله مثلا اللي استدعونا مثلا في النرويج فما فيستيفال معروف كبير على الاخر كبير من اكبر الفيستيفال في النرويج وفي هولندا. استدعونا يعني استدعونا اما شنو قالوا لنا اما شنو باش نلعبوا يعني باش نقولوا فما كشي اما تكاليف السفر علينا احنا النرويج وحدها الخمسه اشخاص تحب لك 8000 دولار 8000 دولار 8000 دولار لخمسه اشخاص باش تمشي للنرويج معناتها بس هذا ترانسبورت يعني مشي وجاي رايحه وجايه للنرويج من تونس للنرويج 8000 دولار لخمسه اشخاص من يمشي نجيبهم 8000 دولار تعال تعال وين رايحه سويلم السفر علينا حاجه ما تشجعش واحنا علي